صرتي على صداقة انت ورودولف. طيب وليش لا؟ قولي له صباح الخير. صباح النور يا رودولف، كنت انت ناجح امبارح بس حلقتك ضيفتك مش ناجحة. صباح الخير ماتيلدا، صباح الخير رالف، صباح الخير لكل المستمعين صوت صوت لبنان. اول شيء انا كثير بنبسط بس اسمعك عم تحكي. فعلا ما كنا اصدقاء من زمان، بس بعد حلقه مجهول هيك تقربنا من بعض، صرنا اصحاب. كنت قاعد كنت بتفكر ماتيلدا وقد ايه حقيقيه وقد ايه صريحه وقد ايه بتحكي الامور مثل ما هي وما عندها شيء تخسره. وهذا الشيء اللي يعطيها بركه 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 يا رودولف، ماتيلدا غشتنا مثل السياسيين. لا لا ما فيها، بتغشك نص ساعة، ثلاث ارباع ساعة، ساعة، نهار نهارين ثلاثة، مش هالقد يعني، ما فيها تغشك هالقد. وانت ذكي يعني وما بينخاف عليك، دغري بتقفل اللي بغش واللي ما بغش. I don't think so، لأنه ماتيلدا حدا كثير نظيف وكثير صريح وكثير حقيقي، وهيدا الشيء اللي نجحها بالحلقة صراحة. انت بتعرف رالف، المجهول بده حقيقة حتى تنجح، لأنه سيف ذو حدين، إذا ما في حقيقة ما في نجاح لحلقة، وإذا ما في نجاح لحلقة ما في نجاح لضيف، وإذا ما في نجاح لضيف ما في نجاح للبرنامج. رودولف انت امبارح طلعت ترند نمبر 1 من وراء حلقه المجهول. لا 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 مش امبارح هالف، يعني انا كل اسبوع. لا بعرف، بس انا عم بحكي عن حلقه امبارح تحديدا بحلقه المجهول. بعد الزوبعه يلي انعملت بحرقه كارمن شماس، عم بتقلي المجهول بده حقيقه، في قسم كتير كبير من الناس على تويتر زقفوا لك، وفي قسم من الناس كمان اعتبروا انه ما كان في حقيقة، كان في مسرحية، ما كان في اصلا انترفيو مع نشأة منذر. الناس محضرين، يعني الناس محضرين اصابيعهم، محضرين تليفوناتهم يكتبوا شو ما كان، يعني لو طلعت نشأة كان رح يكتبوا، لو ما طلعت نشأة كان رح يكتبوا، لو حطيت الكاميرا عنده فاجأت من الناس انه هو رادي يطلع معنا رح يكتبه، ولو ما حط ومثل ما عملت لو ما حطيت له كاميرا وفتحت له كمان رح يكتبه. ولا مره انا بهتم لبعض الناس شو بيقولوا، ولا مره بحياتي. انت بتعرفني راسك كثير منيح، نحن عملنا شغلنا، كثير ناس انتقدوني انه ليه تحملتها، كيف تحملتها، ما كيف دور قدام، انه كيف عيلة تحملها. كتار ناس، ما بدي اسم الاسامي، بس لما تيلا موجودة معك عم بحكي عنها. لا وانا هلا بعطيك رأيي اذا انت بهمك، يعني رأيي انا مبارح بالحلقة أكيد. تحديدا أكيد. رودولف مبارح اول شيء الضيفة انجابت على حلقتك من بعد لغط، يعني لغط كبير مع تنمر كبير، مع اذا بدك اراء متضاربه على السوشيال ميديا وغير السوشيال ميديا. توقعنا نحن كمراقبين انه نشوف حلقه فيها توضيح لنقاط كانت جزء من اللغط وجزء من التنمر. لقينا ضيفه، لقينا محاور فات على كل النقاط اللي المشاهد عباله يسمعها، عباله ينسأل فيها، بس لقينا ضيفة مثل كأنه أنا مع أني بحترمها وبحبها لكارمن وبعرفها من سنين، شفت ضيفة قدامك مثل كيف كتاب فاضي، بدل ما هي تجي توضح لي نقاط اللغط اللي انحطت فيها واللي انكتبت عنها واللي تعلق عليها، شفت ضيفة فاضية، يعني اللي مقتنعة فيه وكأنه ما قادرة توصل لي تفاصيله. طب أنا كيف فيني أقنعك؟ ماتيلدا هي تلت أرباع الوقت كانت عم تقله لرودولف أنه أنا ما رح أقنعك، لأنه طالع معي المعلم تبعها سأله لأله. لا لا بس ما كانت مقنعة، ما كانت مقنعة كرمال حلقة بارح. فعلا ماتيلدا مثل ما عم بتقول، وكتار ناس لموني أنه رودولف كيف متحمل أنه عم تهينك، عم ما بدها ترد عليك، ما بدها تجاوبك. بس تشوف ماتيلدا بتعرف، راز بيعرف، بس تشوف حدا ضعيف قدامك ما فيك تدمره، ممنوع. مزبوط. ممنوع تدمره. واحد اثنين، كل شوي تقول لي هلا بعد شوي نشأة هو اللي برد عليك، هلا نشأة بعد شوي برد عليك. انا قبل ما تبلش الحلقه انا عارف انه ما رح طلع لنشأة، من ورا اتصال صار بينه وبينه وقال لي في اربع اسئله اعطيتك اياه، والدليل بيقول لي كارمن هي بتعطيك الإشارة أي ساعة بتسأل. ما في يقول لا على التليفون، ما في يقول له لا، أنه لا ما في يعمل هيك، لأنه بتوقف الحلقة من أولها وبطلع ما عندي حلقة على الهواء.
لا فضلت انه طلع كارمن اول بارت. قلت انا كارمن بتجاوب عنه. كارمن ما تجاوبت معي. فضلت انه خبر الناس القصة واحد اثنين ثلاثة. وانا ليه مطول بالي على كارمن؟ لان كارمن حدن ضعيف. حدن صاير معه شيء ما بنعرف شو هو. بس حدن صاير معه شيء. يعني ما بدي ان الناس يجلدوا كارمن. ابدا. مشان هيك ما عملت بطل على كارمن. يعني ما كان هدفي انه اتقاوى على كارمن. ما كان هدفي انه اطلع عليها. ما كان هدفي انه سكتها. ما كان هدفي انه قلل الاخلاق معها. اهين شيء بالدنيا رالف وماتيلدا بتعرفوا اهين شيء بالدنيا انه واحد يقول كلمة يحجم التاني او يصغره او يقلل الاخلاق. رودولف اللي انت عملته مبارح انا عم بقلك مش من باب محبة. وبتعرف انت رأيي انه انا بقول رأيي مثل ما هو. انت عملت شغلك بمهنية لسبب. نحنا منستقوي على الضيف وقت الضيف بيكون قوي. بس ما فينا نستقوي على الضيف وقت يكون ضعيف. 100% هيدي هي. ولكل الناس اللي قالوا انه ما كان في نشأة هيدي مسرحية. بدون يحكوا يعني انا ما عندي مشكلة يقولوا ده تكون. رودولف تعتبر حالك عملت سكوب؟ اكيد عملت سكوب. السكوب وين كانت؟ انك طلعت كارمن ولا انك ما طلعت نشأة؟ السكوب بالاثنين رأيت انه طلعت كارمن. وكان السكوب بكون سكوب لو طلعت نشأت صراحة. بس انا فضلت ما اعمل سكوب وطلع نشأت على انه اعمل سكوب والناس تخيب عبالهم بالبرنامج وفي. على كل الاحوال رودولف انا اللي بدي اقول لك اياه بصراحة مطلع يمكن غيري ما بيقولها. كارمن هي ما كان لازم تقبل تطلع بالحلقة هاي وحدة. لأنه ما عنده شيء تقوله. بس كبرنامج أنا برأيي لأول مرة يعني وقت نحن عملنا الحلقة سوا أنا ورودولف اثنيناتنا نجحنا. أنا نجحت أني وضحت وجهة نظري وهو نجح أنه حط ما هي هيدا نجح الحلقة على السكة اللي خلتني وضح وجهة نظري. يعني كنا اثنيناتنا ناجحين. بس بوضع مبارح البرنامج نجح أنه يحطها قدامه تيسألها الأسئلة تبع الناس. بس هي فشلت أنه تقدر توصل للناس وجهة نظر. اتهموك رودولف أنه أنت عملت هيدي الحلقة كرمال الريت. واتهموا أنه نوعا ما في ناس قالت انه يمكن لربما الاعداد ضعيف، الاسئله ما كانت موجوده كافيه. بتعتبر العالم ما فهمت انه كارمن ما عم بتجاوب؟ وهل صحيح عملت الحلقه كرمال الريت؟ صراحه ما هون حق الاعداد ضعيف. كان لازم اسال كارمن عن تخت الاوزون، وكان لازم اسالها عن التغيرات المناخيه اللي عم بتصير. شو بدي اسالها كارمن شماس؟ يعني ما هي انجع عن هول الاسئله وما عم بتجاوب. يعني في اسئله عم تسالها اياهم اللي هي عم تحكي فيهم وعم تبشر فيهم مش عم تعرف تجاوب عنهم. يعني شو الاداء الضعيف؟ يعني مش مهم نحكي تنحكي، مش مهم نكتب تنكتب. فضيله الشيخ يلي ظهر فجاه بالاستوديو وكانه صاروا يقولوا محضر الشيخ ما بده يطلع نشأت، فظهر الشيخ بالاستوديو. شو قصه الشيخ؟ انا بعرف انه بس بين هلالين بعرف انه بيشتغل بالبرنامج، بس انا عم بطرح عليك الاسئله لافهم منك لانت تفهم للعالم. يعني فضيلة الشيخ نحن اتصلنا فيه حتى ناخذ راي دار الافتاء، دار الفتوى، دار الفتوى. واقترحنا عليه انه يجي ويقعد هو كارمن على السات، لانه نشأت ما كان بالاستوديو. هاي اللي لازم الناس تعرفها. يعني نشأت كان طالع من بيته. نحن كاميرا على البيت اللي عنده. وبين هلالين ما خلينا الكاميرا مان يفوت على البيت بانتظار إشارة منه. لا، ما عشا بدي قاد. شو نفوت كاميرامان على البيت عن نشأت؟ 100%. يعني إذا كارمن جاي على استوديو على الـ LBC وما عشرة بدي قاردي، شو تفوت كاميرامان لحاول يفوت لح؟ يعني عرفت؟ يعني دمي ما بد أنا بحقيقتي ما برد رالف على إيل وقال وشو قال وشو كتب وشو مسرحي وشو يقوله حضره أو ما حضره. هلا كمان ما بدنا نصور كارمن او نشأت انه هن عصابه يعني، بس انه زي ارناط هن خيفانين، هن جماعه ضعاف. ما بدنا نجلدهم. كارمن ونشأت جماعه ضعاف. انتبه، ما عم دافع عن معتقد، عم دافع عن اشخاص. منن واعيين شو عم بيعملوا. بعدين كان في سقوط يعني من قبل كارمن بالحلقة. يعني لأقل إنسان ممكن يكون عقله يعني شغال،
انه وقت بدها تقول هي المعلم انت قلت لها اياها وكنت كتير مزوق انت وعم تقولها، حتى ما قلتها بطريقة بلا مربى، انه معلم لإلك منه معلم على البشرية ولا معلم علينا ولا معلم، يعني حتى تمسكها ببعض المصطلح العبارات كان دليل ضعف وكانت خايفة، وانت لو كنت اكتر من هيك قاسي كنت انت فشلت معه. يعني انا اللي بدي اقول لك ايه، انت بتعرف انت اعلامية كبيرة وبتعرف اصول المهنة، انا كان فيي بكل بساطة اكون اقسى من هيك واطلع بلا اخلاق مع على الهواء. كتير هي كتير هي الواحد يكون بلا اخلاق، بس كتير صعب واحد يضل محافظ على اعصابه ومحافظ على لسانه شو عم بيحكي شو عم بيقول بدون ما يجرح الضيف اللي قدامه، بجد بياخذ منه 100%. الناس حبه ما حبه هيدا الشيء بيرجع للناس. وبدي اقول لك شغله، بدي احكي بان جنرال بالبرنامج، يعني من بعد ما انا طلعت صرت عم تابع البرنامج اكثر واكثر، بدي اقول لك انه كمان البرنامج عمل نقله نوعيه باختيار الضيوف، وهيدي شغله كمان بالتنوع ايه عمل، يعني اليوم يعني ما فيك تضلك بس فقط الناس اللي بتشوفيهم على الشاشه، في كمان في السوشيال ميديا صحيح. والمجتمع عم يفرض علينا ناس هو عم بيطلعهم يشهرهم ويعطيهم ضوء ويكونوا موجودين ومن وراء حكيهم وخياراتهم وآرائهم. يعني نحن ما يعني كارمن شماس لنا صناعة المجهول ولنا صناعة سبوت اون، لأنه هي بلشت بحديثها هي عطت رأيها، طلعت على الهواء حكيت رأيها، هي موجودة أصلا بالمجتمع وموجودة كشخص مشهور، ولكن انت طلعت ضوء عليها، يعني انت لما أعطيتها هيدي يعني انت سب... انا يعني انا حاورت انا حاورت رودولف، لو ما برنامجك مسموع ولو ما انت بضايق يلا يلا وزعوا باسات لبعضكم يلا يلا شو انت اشطر انا وزعوا باسات برافو. لا ما باسات بس حتقول لك شيء، امبارح عم تقول انا عملت كذا مقابله، عملت بهون وبهون وبهون وبهون، بس انا ما سمعت فيهم كله، انا سمعت بس بهيدا، مش لانه رايس لانه انتشر. لا لا ما هي اصلا يعني الحلقه كانت هي رد على الرد، يعني انت حلقتك معها هي رد على الرد، يعني هي طلعت تتوضح بس يا حرام ما وضح، يا حرام ملا طلعه كانت مش موفقه لإلها. رودولف بدي اتشكرك، انا كان عبالي نوضح للعالم لان بعده لليوم عم ينكتب قصص على السوشيال ميديا، بعدك لليوم ترند، الحلقه عامله اثاره جدل كتير كبير، وبالنهايه ما بيصح الا الصحيح وفيهم يتكهنوا قد ما بدهم. لا لا رأي سيبي، انا بحياة عمر انت صرت تعرفني، ما فينا نرضي الكل اصلا، ما بيهمني ما بيهمني الناس انه اذا حكيت بالمنيح او حكيت بالمش منيح، اكيد بهمني جمهور البرنامج انه يكون مبسوط ويكون نحن عن حسن ظن الناس، بس في بعض الاقلام اللي هي ناطح حيلا شيء تكتب حيلا شيء، هدول ما بهمون، يعني يكتبوا قد ما بدهم يقولوا شو ما بدهم. بالعكس بنبسط بشوف كل هالناس هالقد عم بتابع، بنبسط بشوف كل هالناس هالقد حابه شو عم نقدم. مثل ما قلتوا قبل شوي، الو ايه عم نسمعك، مثل ما قلتوا قبل شوي انه كارمن موجوده بالمجتمع، مش انا اخترعتها، مش انا شهرتها، مش انا اعطيتها كونتينيو قلت لها يلا كارمن فوت قولي هيك 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 هيك، كارمن حاله موجوده. اذا انا مثلا يعني كان عندها ابيرنس مع نشان على الجديد نهار الاثنين، كان عندها بسبوت اون، كان عندها بالنهار ليه حتى يعني حتى حتى قبل سبوت اون وقبل يعني قبل حتى نيشان لمبارح، كارمن كان بعدها عم تتلقى اتصالات لتطلع وتحكي وتوضح من كل الزملاء الاعلاميين. يعني انا بدي اقول لك شغله، في ناس كانت عم بدي اقول لها لي، في ناس كانت انا عم بدي اقول لها شخصيا امبارح قبل الحلقه، عم بدي اقول لها يسالوني عن تفاصيل الحلقه تيشوفوا هن شو بدهم يحضروا تيجربوا يمنعوا هيدي الحلقه، يمنعوها تطلع معك تطلع معهم. حتى نيشان يعني وضع اعلان، طلع اعلان كان طالعه بحلقه اسمها كارمن شماس مع نيشان، ما طلعت الحلقه واتصالات من تلفزيونات من دول عربيه، يعني انا شفت المره مين عم يتصل فيها، شفت اكيد من وين لانه عم كل شيء رالف يعني ورودولف يعني بيعمل ضجه، ما حدا يجرب يتفلسف. كارمن شماس حاله لك شو حاله، كارمن موجوده من 25 سنه واكثر،
وكله موجود عندنا على تليفوناتنا. اللي بدي اقول لك يا رودولف معليه لانه بدي استغل الفرصه وبدي استغله لرالف بما انه هو بحب ما حدا يستغله. اقول لك عن جد انه انا طالعه بعشرات اذا مش ميات المقابلات بحياتي، بس اللي بدي اقول لك هي كانت افضل مقابله بحياتي انا اقتنعت فيها، وحتى لانه كانت قاسيه كنت قاسي بمحلات، مجهولك اللي معك كان قاسي، خلاني طلع الحقيقة اللي وصلت للناس. فبدي أقول لك مرسي عن جد، بدي أقول مرسي على هالحلقة لأنه كانت أفضل حلقة بحياتي المهنية. تسلمي ماتيلدا، وأنت كمان كنت ضيفة عزيزة وضيفة غيرت صورة البرنامج، إذا بدك غيرت منحى البرنامج لمحل. يلا رودولف، أنت معود تعمل ديو إعلامي، بركي بنشوفكم سوا بشي. وأنت معود في ولا على الهواء او لا؟ لا لا بعدي ما تخلي شيء ببطنك، ما تحكي كل شيء انت تعرف. اوكي ما حاول شيء بقى ولا انا. شكرا ماتيلدا فاز الله. ميرسي، باي رودولف، بون ديمانش لك ولعائلتك ولابنك. ميرسي باي باي. ماتيلدا، نحن وصلنا لختام حلقتنا، انا بدي اقول لك ثانك يو، مع رودولف تنوضح هالامور، وبعرف انه انت كمان على صداقه اليوم. لا صداقة من بعد الحلقة، ومعك انت حتى بعرف يعني معك ما بعرف اذا بعد الحلقة. واللي بدي اقول لك اياه واللي هو قاله، انت اليوم مثلا حاولت بهالحلقة تكون كتير قاسي مع انه انت بتعرفني وفتت على بيتي وكل شيء، بس الانسان على الهوى بس يحس اللي قباله قادر يدافع عن نفسه او قادر يكون عنده الحجة بيقسى اكتر واكتر. هيدي المهنية، وقت تحس انه ضيفك ضعيف انت بتصير بدك تحضن الضيف تا ما يتكسر. لا ماتيلدا، انا حاورت كارمن يعني مثل ما عم بيقول رودولف، حاوروها كتار، حاورتها انا وانا سمعتها يعني انا بحلقة كارمن اللي بيحضرني انا لا هجمتها ولا قسيت عليها، انا سمعتها ومن ورا حديثك كنت عم بسألها اسئلة. انا كارمن بحترمها كتير وبعزها يعني، وانا وياها في تليفونات، ما رح اقول انه صداقة يومية ولكن في اتصالات، ومش اول مره بتطلع معي ضيفه، بس انا ما جبتها لا اجلدها ولا وما كنت عارف شو رح تحكي يعني. انا في شيء قالت لي على التليفون انا فهمته بطريقه تانية يعني، قالت لي انا شفيت من مرض جاي بدي احكي عن حكيم، انا فكرت الحكيم دكتور يعني. على كل حال بدي اقول لك شيء، انا شفت حلقتك مقتطفات منها لانه كمان حلقتك عملت ضجه كبيره ونزلها هشام ببرنامجه وغير هشام جوشو حتى يعني صح. نزلت بكذا برنامج معك، هي كانت غير مع رودولف يعني اطلالتها امبارح كانت اطلالة ما بتشبهها يعني مثل حدا ضعيف، حدا خايف، حدا عم بيطل ببرنامج، حدا جلد السوشيال ميديا. برافو عليه. بس انا لومي انه اذا انت هالقد خايفة هالقد مكبلة بشي نحنا ما بنعرفه كمتلقي، ما تطلعي. ومعروف برنامج رودولف برنامج يعني بيفوت بتفصيل تبع التفصيل. هلا يمكن ما بدي لومها، يمكن هي كمان كانت معتقدة انه بدها تترك الحق للحكيم انه يحكي، علما انه كان في بعض الشروط. ما تسميه حكيم، وكان في ما تسميه انت انت حر تسميه حكيم، whatever 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 حكيم معلم اللي هي لقب يلي هو مختاره. شو انا بعرف اذا عالمة الفلك عالمة فلك، وبعرف اذا الاعلامي دارس اعلام او لا او اخذ شهادة شرعية، ما هي كل الالقاب هي فيك بلا طعم. هو اسم الشخص يلي بيشهد، مش بس اسمك، عملك يعني عملك. يعني اليوم مريم نور لانها معلمة ولانها حكيمة، مريم نور اسمع عمل زوبعة، نحن أصلا خلص وقتنا، رح يشحطوني عن الهواء. على أمل أنه نلتقى بلقاءات أخرى، وموعدنا بيتجدد الأسبوع. مرسي رالف، مرسي لصوت كل لبنان.